تحدثت إلى أردوغان وهنأته وهو لا يزال يريد العمل على موضوع طائرات F-16. أخبرته أننا نريد صفقة مع السويد، لذلك دعونا ننجز ذلك وسنعود الاتصال ببعضنا البعض. لكن هذه كانت في الأساس مكالمة تهنئة. بيان البيت الأبيض بشأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس بايدن والرئيس التركي أردوغان. اتصل الرئيس جوزيف بايدن بالرئيس رجب طيب أردوغان لتهنئته على إعادة انتخابه رئيساً لتركيا. أعرب الرئيسان عن التزامهما المشترك بمواصلة العمل معاً كشريكين وثيقين لتعميق التعاون بين بلدينا وشعبينا. كما ناقش الرئيسان استعدادهما كحلفاء في الناتو لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تعزيز الأمن عبر الأطلسي في قمة الناتو في فيلنيوس. إن انضمام السويد إلى الناتو وطائرات F-16 مسألتان منفصلتان، وكلاهما برأينا أمر حيوي للأمن الأوروبي، ولذلك فإننا نحث كل من تركيا وهنغاريا على التصديق على ضم السويد في أسرع وقت ممكن. إن إدارتنا واضحة جدا فيما يتعلق بالطائرات، نعتقد أنه من المهم أن تمتلك تركيا F-16 أو تحديثات F-16 كعضو مهم في حلف الناتو. فيما لا تربط إدارة الرئيس بايدن بين المسألتين، فإن هناك أعضاء في الكونغرس يربطون بقوة انضمام السويد إلى الناتو بالمضي قدما في صفقة طائرات F-16. إن الكونغرس هو متساو مع ومستقل تماما عن الإدارة، وأن صوت المشرعين وتصويتهم على أي قرارات من هذا القبيل أمر بالغ الأهمية. ولكن من وجهة نظرنا نعتقد أنه ينبغي المضي قدما في أسرع وقت ممكن بانضمام السويد إلى الناتو وفي صفقة طائرات F-16.